الإشي الثالث من العادات السيئة المستوى العالي اللي هي مشاهدة الأفلام الغير لائقة. شوف يعني مشاهدة الأفلام الغير لائقة، أنت عارف شو بحكي، نوعية الأفلام هاي موجودة على الإنترنت بكميات هائلة طبعا. إيش مضرتها المنطقية مشاهدة الأفلام غير اللائقة؟ أول شيء بيصير عندك أنت قصص معينة من خلالها لما أنت تمشي بحياتك الطبيعية تتوقعها. يعني مثلا خلينا نحكي بصراحة هيك، مثلا والله بفرجوك بفيلم انه اللي بوصل لك ديليفري بيتزا، مثلا اللي بوصل ديليفري والله اللي بالبيت اللي بتستقبل منه البيتزا بصير نظرات، فبتصير شغلات، فبتطور الموضوع، فبزيد الموضوع، ف الى اخره. فانت ايش بتقول؟ بتقول اوه ممتاز. فانت لما تيجي مثلا واحد راح مطعم، اللي بتيجي بتخدم عليه بعجب فيها، تعجب فيه، بصوروا لك حياة معينة. هاي الحياة مش موجودة بالواقع. فانت لما تروح معلش تلاقي جنسيات اخرى من هذول الجنسيات اللي انت مفكر انهم بيجوا بسهولة، بيشتغلوا بمحلات الفاست فود من غير ذكر اسماء، انت لما تشوف الهيئة هاي او الشكل هذا او الجنسية المعينة هاي بصير عندك انه اوه هذول سهلين، اه هذول اه، فبصير بتتجسد فيك الفيلم اللي انت شفته، فبتحاول انك تطبقه على الواقع. هذا بولد الف معصية، بولد فهمان خطأ للواقع انه هيك مش هاي جاي من بلادها عشان تيجي وتشتغل وتبعت لاهلها فلوس، مش ورا المسخرة اللي انت اللي ببالك. انت ممكن تكون ماشي بسيارتك وتشوف من هدول الجنسيات واقفين بمقطع شارع ولا بتستنى تاكسي و الى اخره، فانت بتشوف بالفيلم انه وقف وركبها ومشي. اه في هيك بواقعهم هم، مش انت كمسلم. آه فما ما تقول اه بدي اعيش الجو هذا لانه عجبك، آه بدي اطبق اللي انا شفته، بركي صار. طب وصار وبعدين؟ يعني اخرتها ايش؟ زنا؟ يعني بعدين؟ بعدين انت مشاهدة الافلام هاي بصير عندك تعطش انك تشوف اشكال جديدة واشياء جديدة خاصة بالافلام هاي، فبصير زي الادمان، فبصير انك انت عيونك لازم تشوف هيك اشي، لا لازم توقف ولازم وكل ما تتوب اشطب اللي عندك، ولما ترجع انا عارف انك حترجع، لما ترجع اشطب، وكل ما ترجع اشطب وتوضأ وتوب وارجع وتوضأ وتوب ارجع، كل ما ترجع لحديت ما توصل لمرحلة. وقيس مقياس، صار لك كم يوم مش حاضر هيك فيلم، صار لك كم اسبوع مش حاضر هيك فيلم، وحطم الرقم القياسي، قول انا بدي اضلني شهرين من غير ما اشوف اشي حرام، شوف قادر عليها ولا لا، تحدى نفسك. ان شاء الله باذن الله لما انت تبدا الله سبحانه وتعالى حيثبتك وحتوب توبه نصوحه، حيصير لا على موبايلك ولا على اللابتوب تبعك اي شيء من الاشياء هاي، حتشطبهم وحتبدا بدايه جديده، فبالتالي الله حيقويك وحيثبتك. تمام؟ هلا الاغاني. طبعا انا ممكن اضلني للصبح احكي على الافلام هاي، ولكن بعطيك باختصار. تمام؟ الاشياء الافلام هاي بتولد عندك انت شعور ماشي بمجتمع، انت ماشي اوتوماتيك بتصير تطبق اللي انت شفته بالافلام، وكلها استغفر العظيم قرف، و يعني بدكش اياها بحياتك انت. انت روح ادرس، اذن، روح صلي، اقرا قران، هاي حياتك يا عمي، شو بدك انت بشغلات زي هيك بمجتمعاتهم الغربيه؟ صارت اشياء اذا واحده صار عمرها 16 سنه ولساتها زي ما هي بعرضوها على طبيب نفساني، هذول مش مسلمين، احنا شو دخلنا فيهم احنا؟ تمام؟ على العموم اللي عنده اي استفسار انا ممكن انه احكي اكثر بالامور هاي، ولكن بناء على طلبكم ممكن بس يعني اكتفي بهذا القدر من الافلام الغير لائقه. هلا الاغاني، اغاني جديده زي انا لفت نظري مثلا اغنيه زي اغنيه ريحانه، طبعا اذا ترجمتها هاي قمه في الادب قله الادب والسفاله، قله حياه. وانا كنت انا ما صدقت لقيت واحد يكفيني جنسيا، هي تترجم الكلمات، انت بتهز براسك لما تسمعها، انت انجليزياتكم هلا ما شاء الله رهيبه. هاي نوعيه الاغاني اللي انت بتسمعوها؟ هاي نوعيه الاغاني؟ احنا كنا نحكي على اغاني القدام المصريين القدام العمالقه وكوكب الشاشه و الى اخره، هلا انتم عم تسمعوا اغاني اجنبيه قمه قله الادب؟ تمام؟ كلها لواط وكلها سحاق وكلها زنا، وبتشرح بالتفصيل كيف انت وينك اخيرا، وبدي واحد يشتغل معي لتاني يوم الصبح، وبدي يعني شو هالكلمات هاي؟ شو هالكلمات هاي؟ ناهيك عن قله الادب والفيديو كليب نفسه كيف صار؟ وقال لك اغنيه تافهه ما فيهاش قله ادب، اغنيه يا سيدي بقول لك جمع شفايفك مع بعض
وهيك ضمهم وانفخ. ايوه هيك بتصفر. شوف شوف الكلمات، شوف شوف الكلمات يا اخي. انت انجليزي بدك تسمع، اسمع اناشيد انجليزيه، في اناشيد انجليزيه تمام. سامي يوسف، اسمع لسامي يوسف، اسمع لماهر زين. عم تعرف هدول هدول عنهم؟ تعرف ماهر زين له بدل السيدي 2 3 كل واحد احلى من الثاني بالعربي وبالانجليزي وبالهندي كمان. ماهر زين وموسيقى زي ما بدك انت، واغاني والدب دب زي ما انت بدك بالضبط. ليش ما تسمعها؟ اناشيد انجليزي. سامي يوسف والله له انجليزي، له بالعربي، اشياء بالتركي، يعني اشياء احسن من جمع شفايف. او شوف الفيديو كليب، لازم يكون في بنات لابسين مش مزبوط، سواء عربي ولا انجليزي، لازم. ليش؟ عشان الفيديو كليب ينجح. انت 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 بتصير الف المعصيه هيك، بتطلع بتلاقي بعدين الافلام لازم كل فيلم تكون فيه اغنيه اغنيتين، خصوصا من الافلام العربيه. يعني انه زي فيلم الدكتاتور، يعني في يعني مناظر لابن ابن الحاكم، يعني بديش نحكي مايوهات بكيني، يعني ايش الحكي؟ طبعا انت هلا حصير لك فضول بدك تروح تحضر، يعني افهم علي المنطق، خليك اكبر من هيك، شوف انا شو بحكي. الفيديو كليبات يعني يا اخي اضعف الايمان اسمعها من غير ما تشوفها. يعني الفيديو كليبات فيها من الصور وفيها من الرقص والفساد، زي كانك بالضبط عم تحضر افلام غير لائقه. وبالعكس العن، لانه حب الفضول اللي واحد يشوف ايش المستور اكثر من انه الواحد يكون مكشوف هيك. فهمني طبعا شو بحكي انا، انا بحكي على مستوى عالي علمي، مش انتوا اجانب، مش انتوا بتحبوا الاجانب بتقروا كتب هيك وهيك، اه؟ انا بحكي معك بصراحه. انت الـ الاغاني التافهه، يا تافهه قال هيك بتصفر انفخ، اه؟ يا قله ادب. اعطيني اغنيه اجنبيه كلماتها حلوه انا بسمعها، مش انت، انا بسمعها. تمام؟ يا اخي طب والكلمات هاي شو سويتها؟ اخذت الكلمات هاي الحلوه اعطيتها ل ك ك ك لامك، اخذت كلمات حلوه مثلا. كنت اسمع اغاني انا من زمان مثلا I miss you like the desert miss the rain، يعني بشتاق لك زي ما الصحراء بتشتاق للمطر. عمرك حكيت كلمات حلوه هيك لابوك او لامك؟ اه؟ عمرك يا واحد صاحبك سافر بعثت له تكست مسج هيك؟ سير اه انت نظرتكم صارت اجانب هلا. اذا واحد صاحبي بقول لك واحد صاحبي يعني انا وياه اصحاب، نظرة اجانب. وبنتين مع بعض يعني ولدين مع بعض، لازم تكون الصاحبه من الجنس الاخر عشان انه انا ابعث لها هيك حكي. احنا صرنا اجانب ولا مسلم؟ انت مسلم ولا مش مسلم؟ ماشي على مين؟ صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين صحبتك انت؟ صحبه الحسنه ولا صحبه السيئه؟ انت بحكي مع مين انا، واحد اجنبي ولا واحد مسلم؟ دير بالك. تمام؟ خذ الكلمات، خذ الاغاني اللي كلماتها عذبه نظيفه، واحكيها لمن تحب، ابوك، امك، اخوك، اختك، ابن عمك، ابن خالك، و الى اخره. وانت هديتي كلمات طيبه لامك يا اخي، ما هو هذا شعر، يعتبر شعر اللي كاتبه المؤلف الكلمه الاغنيه هاي، وبيجي واحد بغنيها. اعطيني كلمات